والحين هاد بعد لوية البر شنو يحتاج له؟ ترى أنا يعانى يعانى يمكن أكلتش. عاد اليوم صدق قاعد نسولف عن الأكل التايلندي. أنا صراحة من عشاق التم يم سوب، وجميلة قالت لي خلاص عندي الموضوع، راح أضبطك مطعم تايلندي قوي. عاد طلبنا من الله يستر، بس دامتش قلتي عنه حلو كده بيطلع لأنه ضابطين التم يم سوب. شوفوا بوقت المرض أنا الحمد لله صح صحت، بس أحس لي الحين في شيء غلط بالموضوع، أحس جسمي شوي مكسر، بلاعيني شوي تعورني، فأنا أنصح بالتم يم سوب بهالسيزن لأنه يكون فيه زنجبيل وفي شو بعد، في ثوم وفي فلفل. الأهم أنه يكون الفلفل مو فلفل بهارات، الفلفل الأخضر الصجي. فالتم يم سوب وفي الليمون جراس بعد، فهالأشياء كلها وايد مفيدة، وايد مفيدة بسيزن المرض هذا. فطلبنا على التم يم سوب وإن شاء الله يطلع نفس مال تايلاند بالضبط وأحلى إن شاء الله. راح يعجب صدقيني، هم جربتها. على ضمانتك ومسؤوليتك؟ إذا ما عجبتك وديت تايلاند أوكي ليش نروح نشتري المقادير وندور بيوتيوب ونسوي احنا؟ اي اوكي صح، ما عندي مشكله. اي والله، وكاهل الجمعيه قريب نحطها براس جيهان. جيهان اي جيهان، جيهان ملكه الطباخ، فنحطها براس جيهان فعلا. اذا ما عجبنا نسوي بالبيت، بس ان شاء الله يطلع حلو. اجتماع الصعب في المطبخ علشان تسوي جلي، لا والمصيبة ان اختي صار لها 3 دقائق بس تقرا المقادير والطريقة. نعم ما يبي له شيء، بس ها حطوا ماي وخلاص انتهى، حطوا بعدين بهذا بولات صغيرة وخلاص الموضوع. اوكي قضية الشرق الاوسط بلشت، قضية الجلي بتفتحها ما فاتحة، فتحي خلاص. اذا جيبي اوكي انا بفتح انت حطي. اوكي مستحيل، ما تدرون كم شخص في حاليا عشان يسوون جلي. 1 2 3 4 5 6 7 اشخاص عشان يسوون جلي. زين يلا من بيحط؟ انا اول شيء تاليا بعدين ياسين. اوكي بعدين انا عاصم، يلا ما كله انا بعدين. اوكي انت بتخلط. اسمع ايش تقصي على الاولاد؟ ليش تقصي على الاولاد؟ مسوي انترتينمنت يعني. يلا من بعد بيحط. انا حبيت يعني الحركه، حبيت انا اخلط كل اوكي صح يخلص، حطيت كله. اللي قاعد يصير احس اختراع الذره مو جلي والله. اريد اخلط. شوفوا ابسط الاشياء ممكن تسعدهم وتونسهم والله. حبيت انزين بالدوري. قلتها وشون على منو يخلط الجلي؟ ها؟ خلطت انت حبيبي؟ لا لا؟ إيه؟ ناطر دورك؟ اوه ماي جاد، ذيس از سو كرييتيف. ميمي يعني بتسوي جلي للفلاورز؟ روز از جلي؟ روز الجلي. واو. الجلي. الله عفن من قبل ما تستخدمي.